اتمنى ان شاء الله كله يتكاتف مع الكابتن حسن اللي انا بتمنى له التوفيق، شخصيه محترمه. انا كنت بتفرج انا على الدوري المغربي دايما، وكان موجود مع الكوكب، موجود بيتكلم عن المنتخب، لهم اختيار موفق. بشكر عليه المكتب لان التوقيت مهم جدا للاختيار، وبتمنى التوفيق ان شاء الله لواتسون ان هي تقعد السنه الثانيه على التوالي، ومش بعيد طالما بتتعب وتجتهد، التوفيق في الاول والاخر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. المهم ان انت تعمل اللي عليك، وان شاء الله ربنا يكرمك.